وصل الزمالك عروضه الطيبه مع البرتغالي اوغوستو ايناسيو وتخطى عقب ضيفه وادي دجله بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن المرحله 29 من الدوري الممتاز. الفارس الابيض سيطر على الشوط الاول سيطره كامله ترجمها النيجيري ستانلي اوهاتشي لهدف، غير ان دجله ادرك التعادل مع بدايه الشوط الثاني عبر راسيه عرف السيد قبل ان يحرز محمد إبراهيم هدف الفوز للقافلة البيضاء. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 36 نقطة في المركز العاشر.